عودي لكم مشاهدينا من جديد، والى ضيف كمان مثل العاده عزيز جدا على قلوبنا، لاعب كره القدم علي ناصر الدين. علي ناصر الدين من الاشخاص اللي احترفوا بهذا المجال، وايضا كان بدايته مع فريق النجمه. رح احكي هلا بعد شوي هيك شعر انا كتبته لفريق النجمه، بما انه انا المؤيد الاولى والاخيره لهذا الفريق، ولكن قد ايه اخذ حقه اليوم بهذا الصعيد، قد ايه تحارب، قد ايه فقد الامل، وخصوصا نحن بنعرف للاسف بهذا المجال دولتنا العتيده دائما الداعم الاول والاخير لكره القدم، فقد ايه اندعم، قد ايه عنده امل بعد بكره القدم. رح نعرف اكثر من علي نصر الدين. علي هاي، يسعد مساك يا رب، شكرا لكم على الاستضافه الحلوه. يعني بعرف هذا المجال بلبنان منه ماخذ حقه، صحيح. هيك بقدر وصفه بصوره، لانه عندنا لاعبين، عندنا محترفين، عندنا ابداع، ولكن للاسف هيدا المجال منه مدعوم، صحيح. وهذا الشيء محزن، وانا كنت من يعني من انا وصغيره لهلا بعدني بقول نجمي بعبدها عبادي من بعد الرب الهادي، صحيح. لو بالسما ما في نجوم عندنا نجمي بزياده. طبعا، شو رايك؟ 100% 100%. شو تخبرنا عن هيدا الموضوع بالنسبه لكره القدم بلبنان؟ الانسان اذا اخذها من باب الهواة بكون افضل، اذا اخذها من باب الاحتراف بيتعب فيها كثير. يعني من بعد تجربه 20 سنه انا اليوم مثل ما بقول عم خلي الباب لغيري انه يكون يخوض هالمجال. المجال اللي خضناه بهال 20 سنه كان رائع، كان حلو، زينته مثل ما قلت الشعر اللي قلتي زينته كانت نادي النجمه وجمهور نادي النجمه، غطى كثير عن عيوب بكره القدم وباهتمام الدوله بهالمجال، محبتنا للجمهور وارتباط الجمهور باللاعبين، وهو اللي علم من شان اللاعب ومن شان اللعبه. فمفروض كان الاتحاد هو يعلم من شأن اللعبة، أو الدولة تدعم الاتحاد ليدعم اللعبة أكثر. لاعبينا أثبتوا أنه لاعبين مستوى كتير عالي، عندنا لاعبين لعبت بألمانيا، بالخليج، بالصين، محل ما عم يلعبوا أهم لاعبين بأوروبا، فدليل أنه عندنا نحن خامات جيدة، ولكن للأسف ما في اهتمام من البراعم يعني للأشبال للشباب، فهذا الموضوع حيأثر كتير سلبي. نبعد عن جائحة كورونا، هذا المشكلة اللي أحاطت بكل العالم، تأثر فيها الكون كله، بس مش مثل لبنان. يعني إجا للبنان ضربة قاضية لكرة القدم، لا، لبنان من 20 سنة ومن قبل ما في اهتمام بكرة القدم. اللي بيحليها بس شغف الناس وحب الناس لهيدي اللعبة، وشغف الناس وحب الناس لهذا الفريق كمان. يعني حلي، ولكن أيضا الشيء المحزن انه هالابداع اللي موجود عنا، يمكن ايضا كان في اختصاصيين جابوهم ليدربوا من برا من الخارج لهيدا الفريق، بذات الوقت حتى رغم ذلك الفريق ما قلع. وين التقصير كان؟ بالتدريب كان مثل ما انت ذكرت، لانه هي هوايه مش اكثر، ما كان في شغف حب النجاح ولا شو؟ وين كان التقصير مع فريق النجمه تحديدا؟ عم نحكي نجمه مش منتخب. بالنسبه لموضوع النجمه، تعدد الاراء اداريا وجماهيريا، تعدد الاراء بكل لاعب اجنبي بيجي او بكل مدرب بيجي، تدخل الاداري بالمدرب، هذا المشكله عم يعاني منها الفريق من وقت ما كنت احضر فوتبول لوقت ما لعبت فوتبول لوقت ما تركت الفوتبول. نعم، لما تركت النادي بالاحرى. التدخل الاداري بشغل المدربين وبشغل اللاعبين. شو يعني التدخل الاداري؟ يعني الاداري لما يعطي رايه بموضوع الفني، لما يتدخل بالشق الفني، هذا الشيء بيأثر. مين اللي بحق كتير يتدخل بهذا؟ بس المدير الفني. مدير الفني واللجنة الفنية اللي بتراقب شغل المدير الفني. والشيء الأهم هو إنه ما في احتراف. طالما ما في احتراف بضل اللاعب خايف على وضعه المادي، خايف على معاشه. لما يكون في احتراف وعقد مثل هالأيام، هالأيام صار في عقود، بلشت اللعبة تتطور إداريا مثل ما بقولوا، إنه صار في عقود احتراف. ولكن عم بيجي أنا للبنان للمنتخب لفريق النجمة، ملعب ما في، ملعب عشب طبيعي ما في بكل لبنان اليوم، ما في ملعب عشب طبيعي. اللعبة كيف بدها تتطور بكل لبنان؟ عندنا المدينة الرياضية وملعب صيدا وملعب طرابلس، صح. وثلاث ملاعب للأسف بينلعب عليهم ماتش، ثلاث مباريات ما فيك تلعبي لأنه الأرض عم تنزرع. يعني نحن ما عندنا أرضية لنكون منتخب لبنان. بتروح إلى الأشبال شباب ناشي، ما في، آخر شيء بجنسوا لاعبين من برا. يعني نحن دائما اعتمادنا من برا، لاعبين نجمة عندها فئات عمرية بيربح الدوري. معقول لأنه عندهم إيمان يمكن بكرة القدم بالخارج أو اللاعبين بالخارج أكثر من اللبنانية أنفسهم؟ شيء طبيعي. أنا اليوم كنادي نجمة إني بدي أعتمد على ثلاث لاعبين أجانب كل سنة، هالثلاث لاعبين المفروض يكونوا مستوى أعلى ثلاث مرات من اللاعب لبنان ليطوروا اللعبة. علي، ليه دائما بنقول نحن شيء طبيعي إنه نحن نعتمد على الخارج؟ نحن سوري عنا كفاءة، عنا أشخاص عن جد بيستاهلوا إنه يتدربوا شوي، نشغل شوي عليهم، بيصيروا يمكن أحلى من أي لاعب أوروبي. عم برجع عدلك، نحن مثلا فريق النجمة مثلا ربح بطولة البراعم أو بطولة الشباب، ما بيعتمد على هول الشباب بالصف الأول،
طموحه دائما البطولات. بالنسبه لثلاث لاعبين هو هذا القانون بيسمح لك بثلاث اجانب انك تدعمي فريقك. انا لما يجي اجنبي انا بيطورني فنيا بيعلمني عم بيدعموا الاجانب. صحيح. وبالنسبه لفريق العمل اللبناني اللي بيستاهل الدعم هيدا قد ايه عم بيكون معاشه وهيدا قد ايه عم بيكون معاشه وهيدا الليفل هيدا الجاب بين اللاعب الاجنبي واللاعب اللبناني قد ايه عم بياثر ايضا على هيدي الشغله. انا عانيت منها انا كلاعب عانيت منها انه بيجي اللاعب الاجنبي للاسف بيكون مستواه منه راقي انه يكون اعلى ثلاث مرات من اللاعب اللبناني وبياخذ معاش اعلى بحدود على تقريبا 10 اضعاف من اللاعب اللبناني وللاسف بياخذ حقه من الاتحاد بياخذ حقه سوري بهالكلمه بالقوه يعني اللاعب اللبناني ما له حق. فضروري يكون في موضوع الاحتراف ينشغل عليه ينطلب لجنه للاحتراف باللبنان يكون احتراف كامل مش اليوم انا عندي ثلاث لاعبين محترفين والباقيين لا. قديش لكم عم بتطالبوا بهذا الموضوع؟ يعني انا بعرف انا تقريبا من سنه 2000 لل 2020 انا عم بلعب بمصاف الدرجه الاولى عم نطالب بهذا الموضوع وعم نطالب فيه. ما كان في اداء صغير؟ ما اكيد ما في اداء صاغيه في اذا انت كان اسلوبك او ادائك مميز بهذا الموسم تقدر تطالبي. الطلب بيكون حسب عطائك. هذا الشيء ما بيخليك عندك راحه نفسيه او ما بيخليك تعملي كنترول انه انا خلص حقي رح اخذه خليني اتفضل اطور نفسي فنيا. فلا بضل دائما تفكيري بالامور الماديه لاقدر انه لعيل عائلتي. للاسف الوحيد البلد بلبنان بالعالم للعيب بيشتغل بعدين بيروح بعد الظهر بيلعب فوتبول. للاسف هذا اللعيب ما رح يتطور منتخب ما رح يتطور. يعني احنا منتخبنا فاز على كوريا فاز على ايران نحن ربحنا على منتخبات كل لاعبينا محترفين باوروبا يعني نحن قادرين ولكن احنا في عنا سقف ما عم يخلونا نتخطاه ما عم يخلونا نحلم ما عم يخلونا نطلع اكثر. فقدت الامل؟ نسبيا فقدت الامل. حقول لي كيف انا بفكر كيف فقدت الامل. يعني انا اليوم ابني ما بدي يلعب فوتبول ما بفكر في لعيب فوتبول لاني انا تعبت بحياتي انا قتلت انا قاتل للقمه عايشي قاتل لمعاشي قاتل يعني كان بالي اكثر اني انه لعيل عائلتي اكثر. فاليوم انا ما بدي ابني بحس طريق الفوتبول اللي هي باوروبا او بالبرازيل خاصه هي منفذ لعيل بركي. يمكن يعني دائما للاسف صرنا عم نطمح انه طب بركي وصل للخارج بركي وصل معك حق. يعني حتى انا هلا صرت عم بنجرف علي بهذا الموضوع. صح. لك لوين عم نروح صرنا. أنا معك. لبنان للأسف كل ما بدي أسمع حدا عم يحكي بتحسه هو مقبرة النجاح. صحيح. ما فينا غير نقول يا رب يعني دايما شوي يجي الأحسن دايما يكون عنا مسؤولين نضاف يهتموا بمصلحة لبنان يهتموا عن جد يفكروا فينا قبل ما يفكروا بحالهم. علي هلا انت وين موجود اليوم انا تخليت عن كره القدم فيك تقول نسبيا تخليت لجزء كثير كبير لانه تفضيت لشغلي. اليوم انا فتحت شغل خاص شغل بيعيل عائلتي بيخليني اكون انسان مرتاح بالمجتمع واكيد هذا الشيء ما بيشيل خير النجمة علي وخير الفرق اللي لعبت معه. انا انسان استفدت من كره القدم اعطتني اكثر ما بستاهل. انا انسان عم بحكي بشكل عام ما عم بحكي عن حالي خاصه. اذا بدي احكي عن حالي خاصه انا كان مستواي وادائي ومعارفي وقوتي بالملعب بتعطيني الحريه او بتعطيني الراحه الماديه اني استمر 20 سنه. غيري يمكن عنده مواهب احسن مني بس ما قدران يكمل من وراء الوضع المادي. فاللي بيطمحوا انه يكون في وضع مادي مريح يكون في عقود لكل اللاعبين. اليوم العقود عم تكون احسن من قبل عم يكون في عقود احتراف افضل من قبل. عن مسيرتي انا لا الحمد لله انا كنت وضعي جيد انتقلت فرق محترمه نجمه انصار صفا ولعبت بالخليج بالاردن بالبحرين فكان الوضع جيد احتراف جيد كانت احترام الناس لي جيد تعاطي مع الادارات اللي لعبت معهم جيد. لا انا كمسيره الحمد لله اخذت حقي وزياده بالمنتخب اخذت حقي ولكن اللعب بشكل عام ناطر الحظ بنطر الظروف انه اللاعب يحترف انه اللاعب يكون عنده شانس. هي لعبه حظ برايك؟ لازم تكون مش لعبة حظ هي احترافيا برا هي لعبة قوتك تمرينك مجهودك الشخصي. للأسف بالبين عم نعتمد على الحظ لأنه ما عندنا بنية تطلع بالشخص من الأي للزد. ما عندنا بنية ما في ملاعب أنه اللاعب أنا بدي أخذ ابني يتمرن ما في ملعب. صح. لبنان عم يعتمد على الملاعب الاصطناعية وهذا الشيء ما بيطور اللاعب اللبناني أبدا. إلى شهيد محمد عطوي تعزينا الحرة أكيد لعائلته لكل محبينه يعني يمكن عن جد أخذ قلبنا وراح لانه كان في ظلم بالموضوع. برعم فقدنا نحن كنا من المتابعين له وبعدنا ولازلنا رح يضلوا عايش فينا. ما بعرف شو بدي احكي بهذا الموضوع ولكن كيف كانت علاقتك بمحمد هيك لنستذكره شوي انا وياك. محمد عطوي انا انتقلت على الانصار سنه 2009
ومن أول أسبوع تقريباً صار حدا كتير قريب للقلب، حدا كتير محترم، حدا كتير مهذب، أخلاقه جداً رائعة، قريب من القلب، بيمزح. هذا الكاركتر اللي أنا كتير بحب ارتبط فيه. ارتبط بمحمد كصديق لمدة تقريباً 10 سنين أو 11 سنة ليومنا اللي فقدنا فيه. محمد حتفقده كرة القدم كتير، له نكهة، له نكهة خاصة برقيه بالتعاطي، باحترامه، بأدبه. اليوم بدي أعزي أهله مرة تانية، نحن مع أهله متواجدين دايماً، أصحابنا ما تركوا أهله، والحمد لله. محمد إذا شفت الشيء اللي محبين هذا الشيء بيخليك شوي ترتاحي نفسياً. محمد ارتاح، وبذات الوقت ما بيخفي عليك محمد ارتاح، يعني كان عايش بجو لاعب كرة القدم اللي تعبان، يعني ارتاح مثل ما بقوله من وجع الدنيا. فعلاً وجع لاعب كرة القدم بمحلات عم يتوجع مستهترين كمان، يعني جداً. بدي أحكي شغلي علي، بزعل لما أقول نحن عم نخسر شبابنا من وراء استهتار. صحيح. من وراء انفلات أمني، من وراء ضياع، من وراء، يعني قد ما أحكي بهذا الموضوع بتأسف أنه أقول نحن فقدنا عنصر الأمن، فقدنا عنصر الثقة، خسرنا كل شيء، وهلأ كمان عم نخسر خيرة شبابنا. صحيح. أنا ما في لك علي غير كل التوفيق وكل النجاح، ودائما محل ما انت موجود انا مأكده انه انت بتلاقي حالك. هلا انت راضي عن موقعك؟ هل انت راضي عن المحل اللي انت وصلت له؟ هلا بتحس حالك ارتحت؟ بتحس حالك صرت عم تتنفس اكثر من بعد الضغوطات يلي تعرضت له؟ من بعد تقريبا 23 سنه او 24 سنه كره قدم، بحب هيدي اللعبه، بس حس حالي عم ببعد شوي عنها او عم بلجأ لكره القدم الشاطئيه. من ناحية بدمع أنه هذا المجال اللي أنا بحبه واللي تعلقت العالم فيه وتعلقت مع العالم فيه، بحب مجال كرة القدم، عم ببعد عنه شوي شوي في غصة، ولكن بذات الوقت طبعا بدي ارتاح، في راحة نفسية كتير بالمكان اللي أنا فيه. الحمد لله أنا اليوم مشرف بأحد المدارس المحترمة جدا، وأنا فاتح شغل خاص لإلي. أنا مرتاح نفسيا، مرتاح مع ربي، أنا عطيت هذه اللعبة من قلبي، عطيت المنتخب من قلبي، ما بخلت على ولا كنزي لبستها، مع ضميري مرتاح ومع العالم بعتقد مرتاح، ما بحياتي زعلت حدا. بعدك اوقات لما تكون لحالك بعدك بتمارس كرة القدم؟ طبعا طبعا، هيدي من يومياتنا قصة الرياضة. جزء يتجزأ صار من حياتك؟ هيدا صار جزء مني ومن عائلتي كمان، اولادي كمان ماشيين على نفس السيستم، انه الرياضة جزء من حياتنا واساس، هذا الشيء ما بنتخلى عنه. اذا بتقول الطموح هو هون ولا بعد في شيء عم بتهيره علي لبعدين للمستقبل؟ لا، في طموح، وفي عم بدرس خطوه كثير مرتبه وكثير حلوه لإلي انا، لضر مرتبط بالفوتبول، ولكن جائحه كورونا عملت لنا بوز لكل شيء مثل ما بقولوا. بفكر انك تفتح شيء تدريب. بالضبط. بالضبط. في عندي حلم هو ملاعب كره قدم مع اكاديمي على مستوى كثير عالي جدا، على مستوى يمكن شهايد من برا او احتراف من برا، لحتى يصير بالزبط. شوي تفتح مجال. بالضبط. عندي حلم بهذا المجال، ولكن هلا مثل ما بتقول الوضع الاقتصادي، الوضع الكورونا مخلينا طموحنا كله نعمل بوز لكل شيء، نهتم انه نقدر الانسان يطلع من بيته. مثل ما قلتي اليوم رصاصه طايشه بتموتك، الانفلات الامني بموتك، فناطرين شويه استقرار بس للوقت الواحد يقدر يطمح. طموح عملوا لنا لمت له كمان، على امل انه محمد عطوي ياخذ حقه وعلى قلبي هو بقبره. وانا برجع بقول تعزينا الحاره لاهله، لكل المحبين لمحمد. محمد قد ما احكي انا شفتي مجروحه. شكرا للاعب كره القدم علي نصر الدين، انا انبسطت فيك كثير، والى لقاءات قريبه لتخبرنا اكثر عن المشروع يلي انت عم تسعى له. ونحن تاكد كان نيو فيجن تي في اكيد داعمين لك، وانا كنانسي كمان رح كون داعمين لك، مش بس لانك علي نصر الدين، كمان لانك كنت لاعب بفريق النجمه. بغض النظر شو صرت بعدين، بس انا بيهمني ابتديت مع النجمه، والاساس مثل ما بيقولوا اللي ما له ماضي ما له حاضر. صحيح. فانت دائما بقلوبنا علي، كل التوفيق لك. شكرا كثير لك ولاكيب العمل، بتشكركم. النجمة حياتنا، النجمة قربينا عن النجمة، حب النجمة هذا الشيء صار بدمنا. واليوم إذا انتقلت من الملاعب بنتقل للمدرجات لأرجع تابع هالفريق اللي بحبه كتير. وشكرا كتير لك نانسي. شكرا. ويا نجمي شو حبيتك تعرفها هاي؟ حواس الخمسة هديتك، لو ما محروسة من الرب كنت بقلبي خبيتك. بقلبي دايما. فاصل قصير ومرجع لكم، خليكم معنا.